بونسوار ا توتي ا توس. الزول في اللون، الزول لمخرا، مرحبا اسوين مرة ثانية بو سا دوزيام فيديو. Vous avez reconnu le chanteur, c'est Cheb Mami que je salue, le grand artiste algérien Cheb Mami. C'est un grand artiste, les gens aiment bien les chansons de Cheb Mami. كانت هذه الأغنية مطلوبة من عند الناس اللي تبعوا في القناة نتاعي واللي نحييهم، حتى ولو كنت ما نتفاهمش معاهم ولا كنت هما عندهم كيما قال واحد راي اخر وانا عندي راي اخر، وانا يسمى نحترم رايهم وجسبر هو ثاني يحترم رايي، وباش يعرفوا باللي انا ما عندي حق حتى واحد، وكونتخير انا نقول واش رايي وهما يقولوا واش رايهم، وهذا هو فوالا. ان شاء الله كيما قلت البارح الانسان اللي كتبت لي على هذا لا شونسون هذه، فوالا J'espère que vous êtes contente. Allez, surtout que vous avez un joli prénom que j'aime beaucoup. Voilà. Allez. راح نتكلم لا فيديو الثانيه على المشكله اللي صارت في مجدله في بويره، واللي الناس طلبوا مني باش نتكلم، وبعثوا لي الفيديو نتاع هذا الامام اللي صار قاعد يشتم في الناس. طلع في المسجد وكما قال واحد دخل المسجد بعد ما كمل التراويح، وكي ما عجبتوش السهره اللي داروها في واحد البلاصه تما في بلاصه مقابله المسجد، وهي بلاصه نتاع البلديه، ومالفريدو فيها الاحتفالات ومالفين الناس تغني فيها. الناس هذو يعني نشكرهم بزاف اللي داروا الحفل هذا، يعني نشكرهم يعني بزاف بزاف على تفاهم الوضع وما راحوش بعيد، خاطرش هذه شي بروفوكاسيون. قادرين لو كان كانت في بلاصه اخرى، انا نقول لكم باللي الناس هاجموا المسجد، وبلاك راه تم حرق المسجد، ومن بعد يوليو يتهموهم باللي راهم ضد الاسلام وراهم ما نعرف واش. الوغ كو على حسب المعلومات اللي وصلتني يقولوا باللي الناس اللي كانوا يتراوحوا الناس اللي كانت تتراوح
اكثر منهم اللي خرجوا وجاو يسهروا مع الاغنيات هذو، وهذه هي نورمالمون كاين الدين العباده في بلاصتها والزهو في بلاصته وكل حاجه في بلاصتها. دونك الامام هذا كيكمل التراويح وهما الناس هذو مساكن خلاو حتى الامام هذا كمل التراويح والناس خرجت من المسجد وتغلق المسجد. الامام كي ما عجبوش الحال رجع للمسجد وراح هز الميكرو وبدا يشتم في الناس وبدا يقول للناس كلمات ماهمش ملاح. وانا والله يعني الناس تاع مجدالة هذو يعني نحييهم كانوا ناس عاقلين. انا نقول لكم لو كان كانت في بلاصه اخرى كانت راهي كانت تطورت حاجه اخرى وتولي فيها بزاف الامور، من بينهم حتى ان يكونوا يهاجموا المسجد باش يلا هل السيد هذا، وبلاكي كانوا ناس راهي تعداو عليه وكانوا ناس بوتاتر يحرقوا المسجد ومن بعد يولوا يقول خطاش. نورمالمون ما بقاش مسجد كي ضل واحد يتكلم فيه كلام ماهوش مليح ويسب الناس وما بقاش عنده دور تاع مسجد. مسجد نتاع العباده كي تولي تدوروا لحاجه اخرى ما بقاش مسجد. اتونسيون هالمسجد هذا ماهوش رب العالمين هو اللي بعثوا وحطوا كما قال واحد قال ها وجاكم المسجد هذا راهو نتاعي انا ها واستحفظوا عليه. نو هالمسجد هذا سي تان ليو بناوه ناس باش يصليو فيه برك، هذا مكان سي تان ليو كيما لي ليو كاملين. قادر قدوة المسجد هذا يتغلق ويرجع ما على باليش انا يرجع قهوه يرجع حاجه اخرى، ماهوش يعني فريمون كيما يحسبوا الناس باللي اتونسيون حاجه نديروها حنا ومن بعد نوليو قال با 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 بيت الله وما نعرف واش وما ما هي الا بيت الله لا والو ما تغلقوش ما تغلطوش الناس. هذا اليو دو كولت مكان داروه للناس يجيو يعبدوا فيها ربي تو كور، قادرين ينحيو ويقفلوه ويروحوا يديروا فيه حاجه اخرى ما فيها حتى مشكل. وقادر هذا السيد الامام هذا اللي بروفوكا الناس لا بروفوكي لي جون هذو، قادرين الناس تقول لك مادام الناس السيد يسب فينا من هال من المكان هذا يقتحموا عليه المسجد ويحرقوا له المسجد وتولي فيها حاجه اخرى. هذه سي بروفوكاسيون، مي انا اسمحوا لي انا عندي راي اخر دوك نعطيه لكم رابيدمون كي نتبعوا واش صرا بالضبط. اي تبعوا معايا. فوالا كيما سمعتوا هذا الإمام تاع المسجد هذا اللي سمح لنفسه باش يسب الناس ويشتم الناس من داخل المسجد كيما قال واحد، الوغ كو نورمالمون إلا تيرميني هو الخدمة نتاعو كان يصلي بالناس كمل نورمالمون يروح يروح على روحو، جاو الناس يشطحوا ولا يغني ولا يزها ولا يشربوا ولا سي با طون بروبليم. هذا نورمالمون ماهيش من صلاحية الإمام باش يجي قال انتو ما قابلتو المسجد وتشطحوا وديروا ويلعن في الناس ويدير في الناس شات مشكله. وكما قلت لكم والحمد لله كي جات على خير والناس مجدالة هذو يعني بينوا باللي ناس محترمين وناس يعني ما همش تاع عنف وما همش منا، سينو كانوا يزيدوا الناس يوليو يقولوا باللي هاكم تشوفوا القبائل وما نعرف واش خيتو تسويت. حنا كي تصرا حاجه صغيره كيما هكا عند القبائل تشويت العالم كل يسمع بها وداو كل يمسحوا لاش تم داروا ناس اخرين 10 ولا 20 ولا 100 ولا 2000 المنطقه القبائل كامل تولي كما قال واحد ارهابيه تولي كلها كامله ارهابيه. انا حبيت نقول للناس هذو يا ولدي الامام هذا مسكين راهو انسان واش راح نقول لكم انا امام تشوفوا جاو حافظ القران ومنا حاجه كبيره ولا منا سي تاني لي تخي هذا الامام هذا واش عنده واش عنده هذا الامام هذا ما عنده والو كاش حتى تكون عنده ليسونس ولا تكون عنده ما على باليش انا ماستر في في في, في لا ريليجيون ومنا ما واش واش هو لا ريليجيون سي كوا عباده كاش ما ينجم يدير حاجه كاش ما كان عنده حاجه سيونتيفيك كاش ما ينجم يدير حاجه قاري في في جو سي با في حاجه اللي نجمو ما كان والو والو نيفو اردواز كيما حافظ القران في لامان تربح هذه هي ما كان فيها والو. هذا الانسان ما نلوموهش علاش ما لهوش باسكو المسؤول الكبير نتاع هذا الشيء هذا اللي صرا هذا الشيء هذا كامل هي الناس المسؤولين نتاع الجزائر.
الناس نتاع المسؤولين نتاع الجزائر ما حبوش يفهموا، ما حبوش ينعلوا الشيطان ويقولوا باللي يا ولدي احنا رانا ما نقدروش نديروا لي مينوت للناس. وقال ارواح تروح تصلي، ما تقدرش، ما تقدرش دير لي مينوت للناس وتقول لهم صوموا رمضان، ما تقدرش دير لي مينوت للناس وتكركرهم وتقول لهم ارواح وندخلكم للجنه، ما تقدروش ديروا لي مينوت للناس وتمشيوهم كيما تحبوا نتوما. مي سي با لو موند ني با ان كازيرن يا مسؤولين. هاد المسؤولين تاع الجزائر، المسؤولين تاع البلاد من الثنين وستين وارواح، وهما يحسبوا في الشعب الجزائري قطعة تاع غنم. امشي يا دروات، امشي يا غوش، ما تاكلش هكذا، كل هكذا، ارقد من هنا، ارقد على دروات، امشي منا. ما على بالهمش باللي الشعب هذا راهو حر، الشعب هذا راهو كيما يحب يدير الانسان. انا درك كيش ملي حتم عليا درك نحب نروح نرقد شويه، ولا نحب نروح ناكل، ولا نحب نكمل الصيام نتاعي، ولا نحب انا شوي ليبخ. ما يقدرش حتى واحد يجي يقول لي دير هكذا ولا دير هكذا، ما ينجمش. بوركوا؟ باسكو انا ثاني ما نقدرش نروح لواحد نقول له يا محمد انت علاش تروح للمسجد تصلي، ولا نقول له اسمع يا سي محمد علاه راك تشطح. هاد المسؤولين كما قلت لكم تمكنوا باش يرجعوا الجزائر 50 مليون عوام من لورا. الناس تمشي وتافونسي، الناس تمشي وتتقدم. حتى في السعودية، السعودية اليوم رجعت خير من الجزائر، سمحوا لي نقولها ونعاودها. اليوم بلدان العرب وبلدان العربية رجعت 1000 مرة خير من الجزائريين وخير من الجزائر. علاش؟ باسكو الأغلب الناس المسؤولين توصلوا باش يحكموا الإنسان الجزائري، يخضروا له مخه ويعطيوا له كما قال أعطوا له واحد الإيديولوجي عاد يحس في روحه مسكين. هذا الانسان الجزائري هو خير من العلم كل. او شفت واحد كي باكزومبل واحد الوقت يقول الواحد كي يروح يشرب الشراب يعني يسكر، يعني يسكر كي يسكر هذاك الانسان. انا ما جربتش، ما عمري ما سكرت. الناس كي واحد يقول كي يسكر ينسى كلش، اذا عنده مشكل ينساه، اذا عنده ضربه في راسه ولا في رجله ينساها، اذا عنده مرته ينساها، اذا عنده خوه ينساه، إذا في عالم آخر، إذا في عالم آخر. هذا إنسان سكران، كي طير عليه السكنة، سكنة، كي طير عليه السكرة يولي يرجع يلقى روحه مسكين ما إنا با بوجي واش كان. حتى المسؤولين هذو، المسؤولين هذو حكموا هذا البيبل الجزائري، الشعب الجزائري دوخوه، دوخوه بريميرمون بالماضي الثوري، وحنا وخرجنا فرنسا وتحيي الجزائر. وهذاك مجاهد، وهذاك حركي، وهذاك من هنا، تقول حنا الجزائريين غير حنا اللي درنا الثوره. دروك كيما تعرفوا ما نعدلكمش، يا يو دو غير مونديال، دو غير مونديال، زوز حروب عالميه. تروحوا اليوم لاي دوله في الشرق، في الغرب، في الاوروب، تروحوا عمركم ما تلقاو واحد يهضر علينا على الماضي الثوري كيما حنا. حنا رجعناه فون دو كوميرس، رجعناه فون دو كوميرس. عادوا دركا كي يوصل 5 جويليا ولا 1 نوفمبر ولا ما على باليش، ولاو يقول لك وين نحفروا باش نجبدوا الشهداء ونعاودوا نروحوا ندفنوهم في بلاصه اخرى باش يجيو بالكوستيمات ويجيو ينعطوا رواحهم وهم اسيدي ويديروا قسما، وكذا واخرين يجيو يبكيو واخرين. دونك داروه ان فون دو كوميرس، ما حبوش ينعلوا الشيطان، ما حبوش يقولوا باللي يا ولدي بركانا من التمسخير. لازمنا نبركاو، تمسخرنا بزاف 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 بالشعب هذا، تمسخرنا به، ردينا له حتى الناس اللي احفاد الناس اللي 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 جاوا قتلوا الشعب الجزائري والشعب الامازيغي، رجعوهم ابطال ورجعوا كما قال واحد، ويهضروا على 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 الناس اللي جات قتلت كما عقبه بن نافع الكريمينال الذباح اللي جا قتل الناس وذبح الناس باسم الاسلام، قتل الجزائريين وقتل البغبغ وقتل كيف اسمهم الامازيغ واغتصب النساء وسرق الذهوبات نتاعهم وسرق لهم كلش. هذاك رجعوه باطل كبير، رجعوه اللي يقراو عليه الناس وداروا كبر وسموا به اماكن. شفتوا كيفاه يا جماعه كيفاه التاريخ كيفاش قلبوه. بار كونتر
الناس اللي حاربت الغزاة هذو، من بينهم هذو الغزاة اللي جاوا من البيننسيو العرب من شبه الجزيرة العربية، حاربوهم ناس رجالة فحولة كيما ماسينيسا ويوغرطا وكوسيلا، وما يتكلموش عليهم نهائيا. هذوك خلاص حاجين غير جايبين لي من 54 وفرنسا والعدو، ما على بالهمش باللي كانوا عدياننا قبل فرنسا. قبل ما تجي فرنسا جاوا عديان بزاف الشعب الجزائري، من بينهم الروم، من الرومان، من بينهم كيف اسمه البيزنطيين، من بينهم العرب هما اللي جاوا الاولين وقتلوا الناس. اكثر واحد اللي الناس اللي قتلت ناس ما مش فرنسا ولا منا، هما العرب اللي قتلوا باسم الدين في الدنيا، ما خلاو ما بقاو حتى اغتصبوا، حتى الرجال اغتصبوهم. وراو كاين الفيديو انا من شاري نقول التاريخ يشهد. دونك هذو الناس هذو المسؤولين تاع الجزائر قدروا باش يحكموا الشعب الجزائري في هذه نتاع الماضي الثوري، قدروا ثاني باش يعمروا له المخ نتاعو بالدين. الصبح الجزائري يحسب الدين هذا، هزوا ربي هكا وبعثوا الجزائريين، حسبوا الجزائريين حاسبين ارواحهم باللي الدين الاسلام نتاعهم هما، حاسبين دين الاسلام ما كانش واحد مدين كيما هما، حاسبين ارواحهم باللي يقدر اي واحد يفتي، اي واحد يدير لحيه تكون حتى مسخه دير لها كيما هاك تعصرها يخرج منها لاغريس، يجي يفتيك. وقال الله ولا يجوز وما نعرف واش وما نعرف واش. شكون اللي دار كيما هكا؟ هما المسؤولين الجزائريين. لو كان جاو المسؤولين الجزائريين تبعوا الدول المتحضره والمتقدمه، ها كيما تشوفوا اليوم تروحوا بيكزومبل لوروب تلقاو المساجد، تلقاو السيناغوغ، تلقاو كيما اسمهم ليزيغليز، تلقاو الناس تصلي ترونكيل ما عندهم لا مشكل لا ما كاين والو. علاش؟ باسكو راحوا ايزون انستوري لا لايسيتي، العلمانيه كما قلت لكم قبيل. العلمانيه هي اللي تحافظ، العلمانيه هي اللي تقول لها الامام هذا ما تخليهش يسب الناس، ما تخليهش يقول للناس انتم راكم حثلة ولا انتم راكم منا، ويسب الناس ومن ومن. خطاش العلماني قاري يعرف، يعرف باللي الحريه نتاعو، الحريه نتاعو تحبس في بدايه الحريه نتاع الناس الاخرين. هاو الناس كيفاش تعيش، ماهوش واحد كيما اليوم الامام في الجزائر صبح فونكسيونير، الصبح فونكسيونير يخدم عند الدوله، وهذه هي الغلطه الكبيره. ما تنجمش الامام ما يكونش فونكسيونير، خاطرش الامام لمن يخدم؟ يخدم لربي، يخدم الاله. ايبا انت فونكسيونير عند ربي اذا حبيت تكون، بصح ماش كي فونكسيونير عند الدولة. الدولة ما تسلكلكش يا سي محمد، علاه ما نسلكوش مالا حتى حنا لي كريتيان نجيبو حتى حنا لو كوغي ونجيبو منا نسلكوه باش يدير حتى هو لا ميس لخوينا لي كريتيان، وإذا عندنا يهود نجيبو لهم ثاني واحد حتى هو إمام تاع اليهود باش حتى هو يكري. علاه ما نو هو نورمالمون، علاش نسلكو الإمام نتاع المسجد وما نسلكوش لو كوغي نتاع الآخرين؟ علاه بوركوا؟ علاه نديرو الإمام فونكسيونير و لو كوري نتاع لي كريتيان ما يدي حتى 4 دورو؟ بوركوا؟ شفتوا كيفاه التناقض، التناقض. دونك باش نهربوا من هذا كامل هيا نديروا لا لايسيتي، العلمانيه. قبيت الامام هذا جابوه كيف اسمه قال لك داروا لجنه الصلح. شوف انت التمسكر هذا وين يصرى، مش كل نجيبوا لجنه الصلح. كان القانون يا لا لوا نورمالمون يا لو كان القانون هو يطبق، ما فيهاش صلح هذا، ماناش في غابه. كان قانون لازم ما يطبق على الامام هذا اللي دخل للمجد وهو ماهوش خدام، لازم يعقب قدام لا كوميسيون دو ديسيبلين وينهيو مهامه، ولا يبعثوه لكانش بلاصه اخرى بار ميزيو ديسيبلينير يروح لبلاصه اخرى، ونورمالمون ما يعطيولوش يدير. باسكو هذا السيد هذا نتاع فتنه، هذا السيد هذا ما يعرف والو لا ريليجيون. لو كان جاي يعرف لا ريليجيون ما يجيش كيما قال واحد يسب الناس خاتيونو راحوا باش يزهاو. يا سيدي انتم الناس انتم واش حبيتوا ديروا للشعب الجزائري؟ واش حبيتوا ترجعوه اكثر من رجعتوه شعب دعشاوي؟ بالنساء بالرجال، النساء دعشيات والرجال دواعش. واش تزيدوا تحبوه؟ ممنوع عليهم يشطحوا، ممنوع عليهم يغنيو، ممنوع عليهم يشربوا، ممنوع عليهم ياكلوا، ممنوع عليهم ما يصليوش، ممنوع عليهم ما عباليش واش، كلش كلش ممنوع على هذا الشعب هذا. واش حبوا ديروا له الشعب هذا؟ واش يحبوا؟
ما نفهمش، ديروا كي الحصان هذيك كيما هكا باش ما يشوف لا منا ولا منا، اذا يشوفكم غير نتوما يتبعكم غير نتوما وخلاص. وترموا كيفاش يا جماعه انا الشيطان كيفاه حتى توصلوا ديروا ناس كيما هذا. هذا الامام هذا سي اون بوم بار ريتاردمون، هذا السيد هذا الامام هذا قادر يدير كارثه اللي يكون فيها موتى ومجاريح ويكون فيها على واش، وماهوش وحده، الناس اللي مساندين الامام هذا 90% تاع الجزائريين مساندين الامام هذا باش يكون في عنف. اتونسيون ما تشوفوش الناس هذوك اللي ديرونسيو في لي زاجيسمون تاع الامام هذا، راه معاهم انا رانا قلال باش نتفاهموا مليح. وعلى واش انا ما نلومهمش، على واش؟ باسكو الجزائر رجعت بلد دواعش، الجزائر بلد الدواعش، ما عادش كيف اسمه الدواعش، ما عادش في سوريا ولا في ليبيا ولا في افغانستان ولا نعم، حنا بلد الدواعش. مازال غير باش يهزوا السيوف ويهزوا السلاح يقتلوا ويذبحوا الناس كي داعش برك، هذا مازال واش يديروا. هما عندهم عقليات دواعش، نساء ورجال باش يكون في عندكم 90% تاع الشعب الجزائري دواعش. وعلى هذا ما نلوموش حنايا هذا الامام هذا، مالغري كو جابوه قبيل كذا وزير، جابوا هذا كيف اسمه تاع الشؤون الدينيه، وجا يطلب في السماح واعتذر كل كلمه. يا ولدي واش تعتذر انت يا اعتذر على روحك، ومن بعد واش يعني انتهت الامور خلاص، راح ترجع من غدوه انت يا تحترم الناس اللي يجيو يغنيو وتحترم نو، سي لا مونتاليتي يا سيدي الامام. انت قراوك كيما هكا نعتولك هكذا، لو كان جاو قراوك قالوا لك يا ولدي كي نهار كي رحت تقرا اذا قريت امام، اذا قريت ما كانش كما كانش كما يتخرجوا من ليزيكول تاع الامام، ما كانش دوكا اي واحد يكون امام. لو كان جيت خرجت من يونيفرسيتي ومن ايكول فيها كان يقول لك يا محمد انت راك امام، راك تخرج من المسجد راك ما عادش امام، يا البروكيرور يا وكيل الجمهوريه كي تخرج من تريبيونال ولا من لاكور راك ما عادش بروكيرور، راك ماش بروكيرور على الناس في البرا يا محمد، راك بروكيرور تسلك فيك الدوله، تسلك فيك باش تخدم بالقانون، تهز القانون اللي دارت لك الدوله وتطبق برك، هذا مكان تسلكوا فيك. انت راك ماشك وكيل جمهوريه زايد وما عندك كرش مك وكيل جمهوريه، يا شرطي كي تخلي السلاح نتاعك ولا تخرج من الكوميساريا تخرج من الكوميساريا تلبس السيفيل وتروح للدار نتاعك راك ما عادش شرطي، راك مواطن كيما الناس كل. يا الدركي كي تخرج من لابريغاد ولا من الجروبمون وتروح تروح لدارك راك راك فونيت بلو كيف اسمه، راك ما تنجمش تروح لجيرانك قال انا جوندار، نو مسيو راك تولي مواطن عادي، راك تولي مواطن عادي سامحني. اي واحد يكون في خدمته ها، ما انا نكون صحفي ما انا كملت الخدمه تاعي نروح للقهوه نقول لهم انا يعطيني قهوه مليحه انا صحفي، يا خويا صحفي ولا مش صحفي نعطيك قهوه كيما الناس، كيفاش هذه قهوه مليحه نعطيك قهوه كيما الناس، كي وانت صحفي واش زاد فيك ربي. الناس ما تفهمش هذا الشيء، هذا البروكيور يحب يكون بروكيور في الطاكسي نتاعو، بروكيور في دارو، بروكيور في الملعب، راك غلط، راك غلط، راك تكون بروكيور كي تجي للتريبيونال وتخش ثم عندك سيفت بروكيور. واش بروكيور؟ ما تحكمش من دماغك، راك تحكم تهز القانون واش يقول وتطبق، هذا ما كان. ونورمالمون لو كان ما تطبقش يطبقوا عليك هما، نورمالمون لو كان ما تطبقش القانون ها تهز القانون واش يقول، قال اخويا واحد سانك سون بيرمي عنده شهرين نافذ حبس غير نافذ وتروح انت تحكم عليه نافذ، نورمالمون كون يروحوا يشكيو بيك يولي يعقبوك لا كوميسيون ديسيبلين ويديروك بلي ما طبقتش القانون تاع الدوله ويقول لك روح انت ما تقدرش تكون بروكيور، روح تبيع البطاطا على روحك، سي سا سكيفو. دونك الناس انا نقول لكم ما تلوموش هذا الامام هذا مسكين اللي غلب عليه، هذا واش يعرف صار سب الناس ونعل الناس كيما قال واحد، وهذه اللعنه هذه وهذا السبان راح يرجعوا عليه سيرتانمون. ونشكر بزاف الناس مجدله اللي ما داروش مشكل، والناس هذو بانوا بلي ناس متحضرين، والناس القبائل ماهيش يعني ما همش يعني سي با اون سوربريز، الناس القبائل رجاله وفحوله، الناس القبائل ارقازن، الناس القبائل البلاصه اللي يدخلوا لها يخليو فيها عرضهم نظيف. تحيه كبيره اليكم، صحه فطوركم، توت الوغ بوغ اون اوتر فيديو ان شاء الله، قيم دي لهنا.